بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا عبرة المؤمنين ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أحبائي، القرآن يحمل في طياته الكثير من الحقائق والمعارف، ولا يتسنى لأي أحد أن يعرف مراد القرآن. ولا نجد أناسا يعرفون مراد القرآن كأهل البيت صلوات الله عليهم، فهم في أبياتهم نزل الكتاب. فنجد أهل البيت صلوات الله عليهم القرآن يقول اسألوهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل البيت صلوات الله عليهم كما في التفاسير. الإمام الباقر عليه السلام، وهذه الرواية في أمهات المصادر، يقول هذه الآية نزلت في القائم عجل الله تعالى فرجه، وتعني كيف أنتم إذا غاب عنكم إمامكم ولا تدرون أين هو فمن يأتيكم بإمام ظاهر يأتيكم بأخبار السماء والأرض وحلال الله وحرامه. ثم قال والله لم يأتي تأويل هذه الآية بعد، ولا بد أن يأتي تأويلها. فالإمام صلوات الله عليه يقول هكذا، أن الآية تتحدث عن غيبة إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهناك علاقة بين الإمام والماء، مثل ما أن الماء سر الحياة، أساساً للحياة، فكذلك الإمام صلوات الله عليه هو سر الحياة وهو أساس لحياة الناس المادية والمعنوية، وراح يجي في القابل إن شاء الله تعالى الدور الذي يقوم به الإمام صلوات الله عليه سواء كان غائب أم ظاهر.
الإمام يأتي بالدين والدين حياة الناس أيها الأحبة، حياة الناس. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الناس تحيا بدين الله تعالى وتحيا الحياة الحقيقية والحياة المزيفة. فإذا كيف أنتم إذا غاب إمامكم؟ أيها الأحبة، الإمام صلوات الله عليه يقوم بدور كبير جدا وينتفع به أشد الانتفاع، وهذا راح يجينا إن شاء الله تعالى في الليلة القادمة. الانتفاع من الإمام في غيبته. لكن السؤال الذي نقف عنده هذه الليلة أنه لماذا غاب الإمام صلوات الله عليه؟ إمامنا غاب سنة 260 للهجرة، عمر الإمام 5 سنين وغاب، الغيبة الصغرى ما يقارب 70 سنة، بعدها بدأت الغيبة الكبرى. لماذا غاب الإمام صلوات الله عليه؟ للإجابة عن هذا السؤال أحبائي، نجد نحوين من الروايات. تأمل لي، نجد روايات تذكر لنا أن السبب في غيبة الإمام هو سبب غيبي لا يعرفه أحد إلا أهل الذكر. في رواية عبد الله ابن الفضل الهاشمي يقول: سمعت الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة يرتاب بها كل مبطل. فقلت: سيدي، ولم ذاك فداك أبي وأمي؟ لماذا هذه الغيبة؟ فقال: لأمر لم يؤذن لنا بكشفه لكم. اسمع، لأمر لم يؤذن لنا بكشفه لكم. فقلت: وما الحكمة من ذلك؟ فقال: الحكمة من ذلك هي الحكمة من غيبات الحجج من قبله، ولا تكشف إلا بعد ظهوره. بعد ظهور الإمام راح نعرف شنو العلة، راح نعرف شنو الحكمة من هذه الغيبة. بعدين الإمام قال لي: يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. متى ما علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، حتى لو لم يكشف لنا وجهها. إذا عدنا يقين أن الله تعالى حكيم، فالحكيم لا يفعل إلا ما فيه حكمة. تأمل زين، هذا نحو من الروايات. عندنا نحو آخر من الروايات، تذكرن مجموعة من أوجه الحكمة لغيبة الإمام، أوجه لغيبة الإمام صلوات الله عليه. وفي هذه الروايات
كانت إجابات عن أسئلة تطرح، لماذا غاب الإمام؟ هسه هذه الأوجه أحبائي كثيرة، نأخذ منها. أولاً الخوف من القتل، الخوف من القتل، وهذا أكيد واضح لا يحتاج إلى استفهام. يعني الإمام صلوات الله عليه لو كان ظاهراً ويعرف بعنوانه باسمه بمكانه أكيد راح يكون شنو محل استهداف الظلمة، راح يستهدفونه، راح يقتلونه. إذا تتذكرون في الليلة التي تحدثنا فيها عن إثبات ولادة الإمام صلوات الله عليه قلنا أن الإمام العسكري عليه السلام تكتم على ولادته ليش؟ خوفا عليه من القتل. بنو العباس تربصوا به الدوائر، قتلوا الإمام العسكري وعمره 28 سنة حتى لا يولد له ذلك المولود المذكور. بعد فتشوا دار الإمام مرارا، تقرأ رواية في حياة الإمام يقول بعد قتل الإمام صلوات الله عليه، بعد قتل الإمام العسكري يقول جاءوا بقوابل، نساء عندها خبرة بالحوامل، يقول فتشنا نساء الإمام، واحدة من القوابل قالت أنا عندي شك أنه فلانة حامل، هي ما كانت حامل، يقول حبسوها سنتين بعد الإمام صلوات الله عليه، سنتين إلى أن تبين لهم الخلاف فأطلقوا سراحها. فهم كانوا يدورون على الإمام ويقتلونه، أمل وما تأمل. وغير بني العباس أصلا، بني العباس وغيرهم، ذول الظلمة، ذول أهل السلطة، ذول اللي يردون يظلمون الناس، يستنزفون خيرات الناس، ما يقبلون. صاحب الكرسي اللي يقول للابن أنا أنت ولدي، لو نازعتني على هذا الملك لأخذت الذي فيه عيناك، مو هيك؟ يقول له أنت ابني، إذا تنازعني على الكرسي أقتلك. معقولة ما يقتلون الإمام؟ أكيد يقتلون. زين هسه واحد يقول تأمل لي بالله، تقول ليش هو الإمام خايف من القتل؟ خايف من القتل على نفسه. أمل لي، لا، الإمام صلوات الله عليه هو من أهل بيت القتل لهم عادة، كرامتهم من الله الشهادة. الإمام شجاع كأجداده، ما يعرف الخوف. لكن أحبائي هو صاحب رسالة، هو صاحب مشروع إلهي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا، وهذا المشروع لحد الآن لم يأتي حينه. فالإمام مأمور بالحفاظ على حياته حتى يقوم بذلك الدور. تأمل، وهذا ما نقرأه في سيرة آبائه صلوات الله عليهم. يعني مثلا أحيانا المصلحة العامة، مصلحة الناس، مصلحة الدين تتطلب أن الإمام يرفع سيف ويخرج حتى لو كانت النتيجة الإبادة الجماعية، كما هو الحال في كربلاء مرة. لا، المصلحة تقتضي أن يهادن، أن يسالم، أن يصالح، مصلحة الدين هكذا تقتضي. لأن إذا قتل مو للمصلحة العامة، كما الحال في قضية إمامنا الحسن عليه السلام. نقرأ في سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، صلوا عليه بأعلى أصواتكم. لما خرج من مكة إلى المدينة والتجأ إلى الغار، شنو النبي كان خايف من هؤلاء؟ خايف من القتل لنفسه؟ لا، النبي يحمل شجاعة. أحبائي اسمعوا،
شجاعة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ملأت الآفاق، العدو والصديق يشهد بشجاعة علي. لكن القضية لما توصل للنبي صلى الله عليه وآله، لا، النبي أشجع من علي، هو الذي يقول: كنا إذا حمل وطيس لذنا برسول الله. أمل وما تأمل، لذنا برسول الله، ما يخاف، بس هو شنو؟ خايف على المشروع الذي جاء به، على الرسالة التي ألقيت على عاتقه. هو رايح للمدينة يريد يأسس دولة، يريد ينشر الإسلام. تأمل أو ما تأمل، فمأمور أن يحافظ على نفسه في هذه الفترة. لذلك خوفا من القتل، وهذه رواية عن النبي صلى الله عليه وآله: لا بد للغلام من غيبة. قالوا: لما يا رسول الله؟ اقرأها في الطوسي وغير الطوسي، غيبة الطوسي. لما يا رسول الله؟ قال: خوفا من القتل. زين، هذه أولا. ثانيا، هذا السبب الثاني ليلة البارحة ذكرناه، وهو عقوبة لظلم الناس، عقوبة بسبب ظلم الناس، بسبب أفعال الناس، بسبب ذنوب الناس. في رواية مضمونها عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: إذا كره الله لنا جوار قوم رفعنا من بين بينهم، رفعنا من بينهم. أكو ذنوب، أكو معاصي أحبائي، عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة. أكو ذنوب إلها آثار وين؟ في الدنيا. أكو ذنوب إلها آثار فقط في الآخرة. أكو ذنوب إلها آثار في الدنيا والآخرة. تأمل لو ما تأمل، أحيانا الإنسان يذنب ذنب، هذا الذنب يعاقب عليه في الدنيا. يعاقب عليه في الدنيا. ليلة من الليالي عرجنا على قطيعة الرحم، تتذكروها؟ سخب قطيعة الرحم إلها آثار في الآخرة لو ما إلها؟ إلها، الرحم معلقة في العرش، تقول: إلهي صل من وصلني واقطع من قطعني. لكن إلها عقوبة بالدنيا لو لا؟ شنو عقوبتها؟ قلت: تقصر الأعمار، تقصر الأعمار، إذن إلها أثر في الدنيا. بعض الذنوب إلها آثار على الأرزاق. إن المرء ليذنب ذنبا فيحرم الرزق. مرات أنت الله قاسم لك اليوم، من تطلع من تبسط تحصل لك مثلا 50,000، وإذا أذنبت ذنب فبالتالي ذن 50,000 ما راح تحصل. أما لو ما تم، مو عندنا هيك: من أبطأ عليه رزقه فليستغفر الله. معناه أكو ذنوب لعله اللي حبست عنا الرزق. أما لو ما تم، فأكو ذنوب آثارها في الدنيا قبل الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. إذن إلى معيشة ضنكا وين؟ في الدنيا، ويوم القيامة أعمى. ليش؟ لأنه أعرض عن ذكر الله، لأنه ابتعد عن دين الله. هسه احنا عندنا إعراض أحبائي لو ما عندنا إعراض؟ ها؟ عندنا ابتعاد عن ذكر الله لو ما عندنا؟ فبالتالي بالدنيا ذول اللي يبتعدون عن دين الله إلهم معيشة ضنكة. يوم القيامة راح يحشر شنو؟ أعمى. فبسبب ظلم الناس وذنوب الناس الله سبحانه وتعالى عاقبهم بغيبة الإمام صلوات الله عليه. هذا وجه. وجه آخر، وهو التمحيص والغربلة. أحبائي،
من سنن الله على الأرض، من سنن الله على الأرض سنة الابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الله سبحانه وتعالى يختبر الناس، يبتلي الناس ببلاء، بعد الناس وتعاملهم مع البلاء حسب درجات الإيمان. وأحبائي، لما نقرأ روايات نطلع بنتيجة أنه الإنسان كل ما كان قريب من الله سبحانه وتعالى كل ما كان أكثر بلاء. إذا أحب الله عبدا ابتلاه فإن صبر اجتباه. تأمل ما تأمل، خاف واحد يتصور مرات مبتلى، منغصات العيش هواي عليه، يطلع من بلاء يطب ببلاء. بعض الناس يتصور يقول الظاهر أنا ما أدري الله غاضب علي، يعني هل الجاي يسوي بي هيك أمور؟ لا أحبائي، مو شرط هذه القضية. من سنن الله على الأرض سنة الابتلاء، إن الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان إذا صبر اجتباه. لذلك شوفوا أحبائي، الإنسان الذي يصبر والإنسان الذي يلتزم والإنسان الذي يحافظ على نفسه على دينه في زمن الغيبة، وهذا راح يجي أحبائي، أكو أبحاث كلش مهمة بالليالي القادمة إن شاء الله تعالى، راح نشوف الإنسان الملتزم بغيبة الإمام أعظم وأكثر ثواب من الإنسان الملتزم في دولة الإمام، دولة ظهور الإمام صلوات الله عليه. باعتبار أنت اليوم مع غيبة الإمام، مع فقد الولي، مع الفتن، مع الكذا، وإذا أنت ملتزم لك ثواب كبير جدا، وهذا يجي إن شاء الله تعالى، يجي إن شاء الله. تأملي، فالله سبحانه وتعالى يختبر الناس، يبتلي الناس. الابتلاء مو معناه أنه إذا الله سبحانه وتعالى ابتلاك معناها الله مراضي عليك، معناها الله غاضب عليك، أبدا. أكو كلمة لإمامنا الصادق صلوات الله عليه، تأمل لها بالله. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: من مر عليه 40 يوم وليلة ولم يحزنه شيء فليراجع إيمانه. تأمل لما تأمل، 40 يوم مرا عليك سلامات، أكو خلل بمنظومة الإيمان. إن سنن الله على الأرض سنة البلاء وسنة الاختبار وسنة التمحيص. رواية عن جابر الجعفي عن الإمام الباقر صلوات الله عليه: قلت سيدي متى يكون فرجكم؟ فقال عليه السلام: هيهات هيهات، لا يكون فرجنا حتى تغربلوا ثم تغربلوا ثم تغربلوا حتى يذهب الله الكدر ويبقى الصف. زين، وجه رابع من أوجه الحكمة في غيبته، وهو الفيض التدريجي. الفيض التدريجي، هذا شوية يراد لنا ننتبه، شوية يراد لنا ننتبه، راح نسهله بأمثلة إن شاء الله. وقبل لا نذكر هذا الوجه، سمعونا صلوات عاليات جزاكم الله خير الجزاء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أحسنت، اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثالثة جزاكم الله خير. اللهم صل على محمد وعلى. جزاكم الله خير. شنو الفيض التدريجي؟ أحبائي، الإنسان المعطي والمقابل الذي يأخذ
هو الآخذ، واحد معطي واحد آخذ، أو أحيانا يسمون هذا المعطي الفياض والمستفيض. تأمل. أو البعض هيك يقول الفاعل والقابل. هذا العلاقة بين الفياض والمستفيض، أو بين الفاعل والقابل، أو بين المعطي والآخذ، على ثلاث مستويات. اسمع اسمع، المستوى الأول الفاعل يستطيع أن يعطي دفعة واحدة، أمل، والقابل يستطيع أن يأخذ دفعة واحدة، اثنينهم عندهم القابلية، اثنينهم عندهم القابلية. كمثال، في ليلة القدر أحبائي، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. القرآن الله سبحانه وتعالى أنزله في ليلة القدر على النبي صلى الله عليه وآله دفعة واحدة، بعد ذلك نزل تدريجي خلال 23 سنة، لكن على قلب النبي صلى الله عليه وآله نزل دفعة واحدة. ليش؟ الله سبحانه وتعالى الفياض عنده قابلية أن يعطي دفعة واحدة. واضح أحبائي؟ النبي صلى الله عليه وآله عنده قابلية أن يستلم، أن يأخذ القرآن دفعة واحدة. واضح مو؟ فالفياض والمستفيض، الفاعل والقابل، المعطي والآخذ، كلاهما شنو؟ عندهم القابلية. هسه هذا المستوى الأول واضح مو أحبائي؟ متفقين عليه؟ المستوى الثاني، لا الفاعل عنده قدرة أن يعطي دفعة واحدة، ولا القابل عنده قدرة على شنو؟ على استقطاب وأخذ على دفعة واحدة. اثنين هم ما عندهم قابلية. مثلا الأم لما ترضع ابنها طفلها، الأم عندها حليب، الطفل محتاج حليب، الطفل محتاج حليب لفترة شقد؟ سنتين مو؟ وفصاله في عامين، سنتين. بعد هذا القرآن يقول إذا حرمنا الطفل من الحليب قبل السنتين معناها أخذنا حقه، معناها ظلمناه. أمل أو ما تأمل؟ زين، الأم عندها قدرة أن تعطي حصة الطفل لمدة سنتين دفعة واحدة؟ ها؟ تقول له هذه حصتك مال سنتين. اكو هيك شيء عندها قدرة؟ ما عندها قدرة. ولا طفل عنده قدرة أنه ياخذ الحليب مال سنتين مرة واحدة. واضح المثال مو هيك يا أحبائي؟ فلا القابل، لا الفاعل ولا القابل. هذا المستوى الثاني. المستوى الثالث، الفاعل عنده قدرة أن يعطي دفعة واحدة، ولكن القابل ما عنده قدرة شنو؟ أن يستلم دفعة واحدة. فرضا يجي فد أستاذ مثلا مختص بعلم من العلوم، على سبيل المثال خريج فيزياء مثلا، ماخذ ماجستير دكتوراه،
محيط بالنظريات والاشتقاقات وإلى آخره، وآراء علماء الفيزياء محيط إحاطة كاملة، بحيث من يجي يريد ينطي محاضرة للطلاب عنده قدرة يعطيهم اللي تعلمه كله، يقول لهم هذا اللي تعلمته بالبكالوريوس وبالماجستير وبالدكتوراه أنا أقدر كله أنطيكم إياه، عنده قدرة هو. لكن الطالب المتلقي عنده قدرة يأخذها دفعة واحدة من هذا الأستاذ؟ ما عنده قدرة، صحيح ولا لا؟ يقول له أنا ما أقدر أتحمل، ما أقدر أتحمل. يقول أنا ما عندي هيك قدرة. زين، هسه هذه المستويات شو نريد من عندها؟ مو احنا قلنا واحدة من أوجه الحكمة الفيض التدريجي، العطاء التدريجي. أقول لك الله سبحانه وتعالى، تأمل لي تأمل لي نتيجة ربط. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعطي العباد دفعة واحدة، يقدر يأسس لهم الحكومة، حكومة الصالحين الذين يرثون الأرض، والعادل والرزق وإلى آخره. عطايا حكومة الإمام اللي راح نذكرها إن شاء الله في معالم حكومة الإمام في آخر المطاف، الله سبحانه وتعالى يقدر يعطيها دفعة واحدة للمجتمع، يعطيها للناس، يعطيها للشعوب. زين، الناس عندها قدرة أن تأخذ هذا العطاء دفعة واحدة؟ عندها قدرة؟ أكو أرضية مهيئة، اسمع، أكو أرضية مهيئة لاستقبال حكومة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟ لذلك متى ما تهيئت الأرضية ذاك الوقت الإمام سيؤسس هذه الحكومة. أمل أو ما تأمل؟ أكو إنسان الله سبحانه وتعالى يقدر ينطيه كل شيء، الله سبحانه وتعالى كريم مو بخيل، يقدر يعطيك كل شيء دفعة واحدة، بس أنت عندك استعداد أن تستقبل هذا العطاء؟ عندك استعداد؟ أنا أقول لك لا، وأجيب لك أمثلة واقعية. أمثلة شنو؟ واقعية. أحبائي، إحنا في زمن من الأزمنة كان عندنا كبت للحرية، صحيح؟ ما يقدر كل واحد يحكي رايه، ما نقدر نحكي براحتنا، نمشي بصف الحائط بتعبيرنا، مو هيك لو لا؟ ها؟ هيك فد انسان ما يسوى تباوع بوجهه، يجي للسوق لازم له عصا يعزل السوق كله، صح لو لا؟ تقدر تحكي وياه؟ ما تحكي وياه. تقدر تقول انا مظلوم؟ ما تقدر. راح تغير حال، اجتنا الحرية والديمقراطية، تحملناها، ها؟ لان ايش اجتنا؟ اجتنا دفعة واحدة، اجتنا دفعة واحدة ما تحملناها. لذلك كل من فسر الحرية وكل من فسر الديمقراطية على هواه، شفينا نعمتنا بإيدنا وجاي نعيش بعاقبتها اليوم. أمل أو ما تأمل؟ صدقوني يا أحبائي، أمشي بالشارع، شارع الرئيسي هذا شارع 40، فد يوم زرعوا هيك وردات أو ما شابه ذلك، ومسيجيهن هم بسياج إن لا الوردات بالمستوى المطلوب ولا السياج بالمستوى المطلوب، بس نقول منهوب النص ما منهوب، أهلنا هيك يقولون، مو هيك أهلنا يقولون؟ أي تأملي تأملي، لقيت لي طفل، هذا الطفل يعني لو بالمدرسة لو بعده، لقيت لازم له فد شيء ويفلش بيهن، قلت له ليش عمو تفلش بيهن؟ قال لي شو لك علاقة عمو شاهي غير حرية وديمقراطية؟ ها؟ شاهي غير حرية وديمقراطية، شو لك علاقة أنت؟
أكو بعض الناس هيك استلموها الحرية والديمقراطية، أنه أعتدي على مال الغير وأنهب وأسلب وكيف ما حد يحاكيني، أصول وأجول، حرية؟ ليش تكبتون حرياتنا؟ أكو قضية طبعاً بالمناسبة أحبائي، البارحة أكثر من واحد قال لي، بس أحياناً أنا ميداني بنقل الحالة، يعني أنا صدقتهم من قالوا لي، بس قلت خل أشوفه بعيني خب أفضل. هواي من الناس اللي خابروني اللي لاقوني بباب الحسينية قالوا شيخنا تعال شوف وضعنا بالليل، شكو بالليل؟ قالوا الشباب بالشارع، شباب بالشارع للصبح. هسا احنا ترى الناس لما تسهر ليالي شهر رمضان ما تنام، ليش؟ للعبادة، عبادة لليالي شهر رمضان، اللي ظل قاعد للصبح غير يكون يصلي صلاة الليل ويقرأ قرآن ويقرأ دعاء، غير عن المذنب ظل قاعدين مو شيء. هسا لا، الناس ظل قاعد، اللي يلعب دومنا واللي يلعب شطرنج واللي يلعب طوبة واللي بالقهوة واللي إلى آخره، هذا بحث آخر. النوب قالوا مجموعة من الشباب كل من وعنده هذا اللي يسمونه هو ما أدري هذا الطبل، لا مو أبو طبيلة، لا يجون يفترون بين الناس يدقون فدق هيك مال ردح، مو اثنين وثلاثة، لا مجاميع، شلون مرات هذا الزفة هيك. فقالوا شلون هاي ناسنا وعوائلنا وأطفال نايمة ومرضى وكذا؟ قلت لهم عمي معقولة هيك عندنا؟ قالوا إيه، البارحة صدق شفتهم، أنا شفتهم صاعد بسيارة ساعة بالثنتين بالليل، صدقوني أنا على المنبر من 15 إلى 20 25 شاب، تسمعوني لو ما تسمعوني، يعني مجموعة كبيرة، فد 20 واحد 15 واحد، دفوف وطبول وهوسة وهرجة، وين؟ بالشوارع بين البيوت. زين ذولا أول مرة لا هم من أهل مجلس حتى أنا أحاكيهم ويسمعوني، أما لو ما تأمل. زين ذولا عندهم آباء لو ما عندهم آباء؟ ها؟ زين ذولا هسه خل نحكي بلسان القانون، خاف تقولون شو تريدون من الناس بويا؟ لا ما نحكي إحنا هسه بلسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى آخره. لا أريد أحكي بلسان القانون، هذا اعتداء على حرية الغير لو مو اعتداء، باعتبار بالثنتين بالليل بالوحدة بالليل، ها، وهذه الهرجة وهاي الهوسة اعتداء على حرية الناس لو مو اعتداء. زين مو من واجب الشرطة أن تمنع هيك حالات لو مو من واجبها؟ شو تقولون؟ من واجبها مو هيك؟ لذلك هم باسمكم نطالبهم إخواننا وأعزتنا وأحبائنا، وندري هم تعبانين وواجباتهم هواية، أنه يردعون هكذا حالات، الناس جاي تشكو هيك حالات. فأكو ناس ما تتحمل الحرية والديمقراطية، هو هيك متحمل عقوبات وكفخات وسجن وغرامات، يلا يمشي عدل. اسمع لو ما تسمع، الله سبحانه وتعالى يقدر يعطينا دفعة واحدة، بس احنا ما عندنا استعداد ان ناخذ هذا العطاء. فد مثال واقعي ثاني واختم المجلس، مثال ثاني واقعي، طبعا عندي كلام بعد بس هو الوقت ما ادري حكم بعد. مرات انسان، اسمعني بالله، على قد حاله، يعني يوميته زين إذا تكفيه وتكفي عياله، بس ماشي على الصراط المستقيم، تقوم تجايبها له والعياله متواضع، يسلم على الصغير والكبير، يواصل أهله وأخوته ومجتمعه، تأمل وما تأمل، يصلي يصوم رايح للزيارة خادم للحسين وإلى آخره، إراد عطاء أكثر، طلب من الله أكثر، الله أفاض عليه، اسمعني، أعطاه، وإذا هو ما تحمل هذا العطاء الجديد، اسمع لو ما تسمع، ما تحمل، والدليل شون ما انقلب حاله من حال إلى حال،
مرات واحد لو تغرقه بالفلوس هو على حطت ايش تنطي هو على حطت الفلوس لا غيرت نفسيته لا غيرت دينه لا غيرت اخلاقه لا غيرت اجتماعياته بقى على حطت اكو واحد بس ثقل جيبه سلام ما يسلم على الناس قام ما يواصل الا بمستواه كان يصلي بالجامع هسه يحكي على الجامع واهل الجامع كان يمشي للحسين قام يحكي على المشايه تأمل وما تأمل وحقك اكو كان واحد انا اعرفه انا اعرفه بزمن الطاغيه كان يقرا مجالس يطلع للارياف وللقرى يقرا مجالس تسمعون لو ما تسمعون صار هسه قد ما تمدن وتحضر ووصل ما وصل من الغنى وكذا واذا يوم من الايام يلاقيني بالشارع اسمعوا يا ناس طبعا هو يحكي على المجالس والناس والكذا الى اخره يوم من الايام لاقاني بالشارع بهالعباره هذه قال لي شيخ محمد قلت له قال انا في طور التحول الى دين الوهابيه اسمع لو ما تسمع انا في ما متحمل هو ما متحمل مال هذا اللي اجى حتى العلم هسه هم راح اعذروني يمكن خمس دقائق اللي هي زياده ما يخالف مو بس المال هسه المال قلت لك غير ناس يا ما قلت لك واحد محافظ على نفسه وعياله وكذا بس ثقل جيبه خذ له مره ثانيه وثالثه هسه هذا حلال الله ما لنا علاقه به قال ليش عفت الاولى تعبتني عربيه على قد حالها ما عندها راتب بذاك الزمن واقفه وياك وانت وياها هسه ترقيت انت بعد ما تتحمل ذيك العربيه تعبك تريد تاخذ لك وحده وثان والاولى عايفها هي واولادها وبناتها وحقك عندنا شباب بالمجتمع يقولون ما نعرف ابانا ابونا راح كان على قد حاله ويانا راح بغير دوله بغير مدينه اخذ له مره ثانيه اولاد فتح بيت نسانا احنا شنو انتم هالفقره شنو انتم اجيكم انا حملوا ما تحمل واحد ما يتحمل الله رأفة به منطي على قد حاله بس يزود فلوسه ما يتحمل اكو انسان ما يتحمل العلم وحقك قبل جزء يسمع له كلمه كلمتين على قد حاله هسه قرا له كتاب كتابين قال والله دينكم دين خرافه مذهبكم انا راح اصير ملحد هو طبعا حتى ما يعرف الالحاد شنو بس شنو عنده جروب مال الملحدين على الفيسبوك ويودون له كذا منشورات وهو كل شيء ماكو صار مع العلم تسأله شنو الإلحاد يقول لك ما أعرفه بس هذا أريد أصير ملحد أنتم خرافيين أملا ما تأمل أكو بعض الناس قد ما تحمل من العلم ما تحمله كان خوش آدمي من شان شوية علمه على قد حاله قاموا يقولون له أنت عالم وأنت أفضل وأنت أعلم وأنت أحسن هم هو عاد قال كلهم ما يعرفون بس أنا كلهم ما يفتهمون بس أنا هذا بعد سقط للهاوية هذا من قام يحكي بالآن هذا انتهى بعد فيا أحبائي الله سبحانه وتعالى فياض يعطي الفيض دفعة واحدة ولكن المستفيض ولكن القابل لا يستطيع أن يتحمل هذا العطاء إلا تدريجيا فيراد لنا ختام المطاف يراد تهيئة أرضية لأن تستقبل حكومة الإمام صلوات الله عليه القائم من آل محمد ذاك الوقت بعد الأسباب اللي أدت إلى غيبته كلها تذهب كلها تنطمس إذا كان خوف من القتل وإذا بالناس كلهم يقفون معه وإذا كلهم حماة له بعد ماكو خوف لقتل الإمام صلوات الله عليه وإلا لو قبل يوم الظهور يخرج الإمام صلوات الله عليه لا يتكالبون على قتله يكون همهم وغمهم الخلاص هؤلاء الظلمة
لأن القوم أولاد القوم أيها الأحبة. أولئك الذين كانوا ينادون اقتلوهم ولا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية، مو قالوها في كربلاء هيك؟ أي واحد من أهل البيت قتلوه لا تبقوا لهم باقية. يمت قالوها؟ قالوها لما رفع الحسين رضيعه أمامهم، قال يا قوم قتلتم أصحابي صبرت، قتلتم أهل بيتي صبرت، أولادي لم يبق لي إلا هذا الرضيع، خذوه أنتم واسقوهما، لا تنطون الماء، خايفين أنا أشرب ماء، أنتم اخذوه أنتم اسقوهما. اختلف القوم، إن كان الذنب ذنب الكبار فما ذنب الصغار؟ واحد يقول اقتلوه وإذا بحرملة يقطع نزاع القوم، سدد بسهم أصاب الرضيع في عنقه الصغير، ذبحه من الوريد إلى تلقى حسين دم لطفل بيده، شحال اللي يجتل بحضنه وليده، سال وترس جفه من وريده، ذب للسما للقاع مارد. الله يعينك ابو علي، ابنك شايف انت ابنك اذا يسخر شي يصير بي؟ ارجعه الحسين الى العيال، اول وحده من العيال اللي تلقيتها سكينه، ابا سقيت اخي ماء ابقيت لي باقي انا عطشان والي، قال بني خذ يا خاك مذبوحا من الوريد الى الوريد، تقل لابوي ابوي الطفل الماء اخذته بسهم العدم ذبوح، جبته جبته شنو الذنب خويا العمل الما يحاضر ما شرب. الحسين ما ودال أمه، لا لا ودال زينب هي تتكفل بالحال، لذلك لما رأته صرخت وولدا ورضيعا، خويا الطفل عني دغطي مالي قلب يا حسين صيدني، وشوف الذبيح وما ادري رجلي، خبت العطش يلحق علي هذا الخبت منه وطعد. زين الرباب تنتظر، الرباب تنتظر. زينب وضعته تحت عباءتها واجت، يقول وصلت الطرف الخيمة شافت الرباب تعدل بالمهد، جايبة القماط بإيدها جايبة الوسادة، نادتها رباب ما تصنعين؟ قال سيدتي زينب رضيعي من عطشه لم ينم ليلة البارحة، لعله يعود مرتويا فينام. زين شو تقول لها زينب؟ قالت رباب أنت امرأة مؤمنة، أنت امرأة صابرة، أتدرين أن النساء معنا في الخيام مفجوعات، ليلى فجعوها بالأكبر، رملة فجعوها بالقاسم، فلانة حتى نساء الأنصار جرت دموعها على خديها وضعت يدها على قلبها، سيدتي زينب بحق الحسين عليك هل جرى على رضيع مكروه؟ قالت نعم تعزي بعزاء الله، خذي رضيعك مذبوعا، تقل له يا رجواي عقبك بعد ما لولي
أنا مال وليت مال وليت عقب حسين عبق عدت عد ظلمي يما يما القرب ليما عزلاجي الماي الماي حاضر ما شربت الماي ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعه. الليلة نقسم على الله بحق رضيع الحسين أحبابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه أما ربي نقسم عليك برضيع الحسين من كان في مجلسنا طالب حاجة اقضي حاجته ربي من كان مريض وعنده مريض لا سيما المعينين من عليهم بالعافية يا ولي العافية من كان مهموما فرج همه من كان مديونا اقض دينه من كان معسورا يسر أمره من كان طالبا للذرية هواي بمجلسنا شباب يطلبون الذرية اخواني لا تنسونهم رب برضيع الحسين فرح قلوبهم وذرية صالحة يا رب إلهي بمحمد وآل محمد اجعل هذا المأتم لنا لأهلنا لأحبتنا لمدينتنا أمن وأمان يا ربي بمحمد وآل محمد اللهم من على بلدنا بالأمن والأمان من على مجاهدينا بالثبات والنصر والغلبة نصر عزيز مقتدر يا ناصر المؤمنين اللهم قر أعيننا بطلعة وليك صاحب الزمان اللهم كل وليك يا صاحب الزمان إلى أموات الحاضرين إلى أموات السامعين إلى أرواح العلماء إلى أرواح الشهداء إلى أموات المؤسسين إلى من مات على الولاية والإيمان إلى روح المرحوم الشيخ عبد الصاحب الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد